أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج حديثك على الهواء. فيكم دايما تتابعونا عبر شاشة تي في 17 على الصحن الفضائي عربسات وعلى أبليكيشن تي في 17، وأيضا من خلال اليوتيوب وباقي قنوات التواصل الاجتماعي. ضيف اليوم هو عضو بمجلس التعليم العالي، أستاذ متقاعد في الجامعة اليسوعية في علم التشريح وفلسفة العلوب، هو كاتب في جريدة الأوريون دو جور، الدكتور أنطوان قربان. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنطوان. أنا بشكرك وبقول لك صباح الخير. تسلم. وبقول للمشاهدين والمستمعين صباح الخير والله يصبركم. يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك. إيه يعني نحن شفنا اليوم، بتستغرب إنه على الطريق في كتير سيارات ونحن بعز أزمة البنزين، يعني بدل ما تكون العكس الأمور. ما هيدي ما لي تفسير لألا. أنا عم بتسأل نفس السؤال، وأنا رجل علمي ما عم بفهم كيف هاي بتفسر هاي، أو إنه في بنزين عم ينزل من السماء من عند ربنا هيك تلقائيا، أو إنه ما بعرف بصراحة، ما بعرف. يعني ما بعرف إذا فينا نعمل المقاربة نفس الشيء بالمواد الغذائية والأدوية، في انقطاع منها وفي شح فيها، بس العالم بتلاقيها مليانة على السوبر ماركت وعلى الصيدليات وعم تركض من وحدة لوحدة لتجيب أو لتخزن هول البضائع. هل من الممكن التفسير لإلها، خصوص إنه نحن من سنة تقريبا الدولة كانت عم بتخوفنا إنه رح ينقطع البنزين، رح ينقطع الأكل، رح ينقطع المواد الأولية، فالعالم من وقتها راكدة وعم بتخزن، ويمكن لما يقولوا له انه شايف الأسوأ انه مقطوع فتقبل الوضع اللي انت فيه هلا. هلا اولا كلمة دولة لا تستعمل. ما تقول الدولة عم بتخوفنا، ما في دولة، في عصابة. ما بسميها منظومة، هاي عصابة، وعصابة اشرار مثل ما القانون الجزائي بيصنفها. إذن هاي العصابة هل هي كل همها تعمل مصاري، يعني مصاري من الخزينة ومن هون ومن هون، ما عندها غير هم، وتوصل لمراكز والمراكز تسمح لها إنه تجلب مصاري لإلهية. اوكي، هي عم بتخوف. التخويف هل هو مش الخوف، ولكن التخويف هذه استراتيجية تكتيك سياسية من ايام حمورابي لليوم. صحيح. انه يا لطيف وما في ودخيلكم، واجتنا معلومة انه في يمكن حدث امني لقينا ورقة في قائمة بأسماء. أوكي، وبعضهم بنفس الريادة، هدول تكاكين العصابة، لأنه فيها تكاكين هاي العصابة لا أكتر ولا أكتر. يعني هذا بس في شيء واقعي على الأرض، الانهيار الاقتصادي أكيد هيدا بيولد قلي وشح ومجاعة. لما بعطيك مثال، أنا حكيم، أوكي، من أواخر 2019، يعني تشرين حوالي ابتداء الانتفاضة، أنا شعرت بالحذر وصرت دغري. أول شيء عملته بدي حافظ على نفسي، لأنه في عندي بالبيت ناس مرضى سكري وضغط قلب و صرت خزن أدوية عندي بالبيت، ويعني وقول للصيدلي اللي عندي بالحي تعمل معروف دبر لي كذا كذا كذا. استغرب الصيدلي، قال لي طب ولو يا حكيم على شو خايف، موجود الدواء بالبلد؟ قلت له اليوم موجود، ولأنه اليوم موجود أنا بدي خزنه عندي بالقليلة لست سبعة أشهر إذا ما كان أكثر، حتى يوما ما
يوما ما إذا احتاجنا ما نروح نتبهدل وننزل مشان حبة دواء للضغط أو حبة دواء للسكري، ولكن أنا خزنت حفاظا على حالي، بس غيري يمكن خزن لأغراض تجارية. بالفعل يعني بتذكر أنا يمكن بالحرب العالمية الأولى وقت ما صار في مجاعة عنا بلبنان من وراء أنه كانت الحجة أنه العثماني أخذ كل شيء في موت، بس كان في ناس عم بتخزن، وهو حسب ما عرفنا لاحقا أنه فعلا مزبوط العثمانيين أخذوا المحاصيل، وهذا كان اللي بياخدوه دايما 90%، هن دايما كانت الضريبة 90%. الفرق كانت بهيدي الفترة أنه التجار ضبوا هالعشرة بالمية وخزنوها وما عطوها للعالم وأدوا لها المجاعة. أو لك نحن عم بيصير فينا هيك، أو نحن عم نعمل كمان بحالنا هيك. في من هاي، في من هاي، ولكن نحن كمان عم نعمل، نحن عم نأذي حالنا بهيدي القصة. استغلال المواد كذا والتهريب، نحن عم نهرب. بس مين نحن؟ هو السؤال، بس إنه نحن أنا وياك مش لبناني. عم يوصلنا لنهرب، يعني في أشخاص عم يقدر يوصلن. بيقولوا لك في اجت باخرة الفيول أو باخرة البنزين أو هاللي هو، أوكي، بتوصل للباخرة بتفرغ. يقال أنا ما بعرف، بس عم نشوف طوابير سيترنات الفيول عم تقطع الحدود، عم نشوفها. طب هاو مصرياتي أنا، هيدي المواد المدعومة، هاي اللي أنا بتقلك العصابة مش الدولة، لك العصابة مواد مدعومة، أوكي مواد مدعومة، ولكن المواد المدعومة طيب بدك تعملي رقابة عليها، ما تيجي تربحيني جميلة انه بدك تعطي لمعتر بطاقة تمويلية، ولكن اعطيه بطاقة شو بيسموها راسيون اليمنتير، يعني انت تموينية، أوكي. يعني ايه تموينية، انه اوكي تجيب له مونة او بتعطيه خصم. لا 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 لا، بتروح بتشتري، بتروح أوكي. بتشتري، بس انه انت بحق لك مثلا بخصم ايه اكزاكتلي كيلو سكر على هيدا السعر بالاسبوعين بيسجلوا لك. يعني باوروبا الغربية هدول البطاقات التموينية مش التمويلية، صحيح، بطاقات التموينية ضمت لأواخر الخمسينات، انه اوكي بيطلع لنا ربع كيلو زبدة، بيطلع لي نص كيلو طحين، بيطلع لي، وتعودوا الأوروبيين، تعودوا، صرنا نحن نشعرون انه مقتصدين. انا بذكر لأن عشت أكثر حياتي بأوروبا، شوفهم يروحوا على الدكان يقولوا له بدي حامضة وبصلتين ونص خيارة أو خيارة. قال لي إني كنت، أنا كنت استحي جاي من لبنان، قال له لا أعطيني كيلو حامضة. يطلع في الدكانجي يستغرب، بس أنا بثقافتي إحنا ما عشنا اللي بالحرب، لا الحرب العالمية ما عشنا اللي، وحتى بحربنا نحنا ما عشنا اللي، كان ينقطع الفيول وكان ينقطع كذا، بس ما نزلينا مثل ما عم ننزل اليوم. وهيدا الإزلال أكترية أسبابه سياسية لا أكتر ولا أقل. طب بالتاريخ عادة منشوف انه دايما بعد في بعد كل مجاعة في تغيير سياسي كبير عم بيصير بالبلد. يعني بالحرب العالمية الثانية قبل منا بشوي شفنا النازية قدروا طلعوا من وراء، يعني اول مرة طلعوا النازية ما نجحوا بالانتخابات، بس لما صار في فقر، لما صار في حالة اقتصادية ضيقة رجعوا ربحوا النازية. ما بعرف على عن اي فترة حضرتك عم تحكي، بس النازية استلموا الحكم سنة 1932، انتخابات سنة 1000
تشرين الثاني 1932 ديمقراطية كانت. ايه ايه. وجابت النازيين. صحيح. انتخبوهم. مزبوط. ما بي ما هيدا كان بعد ما خسروا بالحرب العالمية الأولى. من بعد ما خسروا بالحرب العالمية ايه. الأولى. وصار في وضع اقتصادي صعب بقلب. مزبوط. هون. هيدا أنا ما قلت إنه على الحرب العالمية. أقول لك قبل الحرب العالمية الثانية. وتصور إنه هالتحولات هيدي. طلع هتلر سنة 32 بخريف 32 عينوه تشانسلر. تشانسلر مزبوط. ايه عينوه تشانسلر بأيار 33 ربيع 33 لأنه كانوا يعرفوا يستعملوا هيدي البروباغندا الشعبوية. صحيح. الشعبوية. طب بتتخوف شيء هلا نحن بهيدي الفتره بعد هيك حاله خوف كثير يجي هيك اشخاص متطرفين للحكم الالمان اللي هن شعب مبدع وعبقري بربيع 33 بجامعات برلين حرقوا الكتب كان في اساتذه كبار من كبار المثقفين والعلماء كانوا يقولوا نحن مستعدين نتخلى عن الحقيقة الموضوعية المهم انه تعيش ألمانيا تبع هتلر للأسف بدك تقارب مع هيك هيدا هو النموذج نحن بالوضع الحالي اللي نحن فيه برأيك النازية هن بالحكم اوريدي هل حيجي يقابلهم أشخاص تانيين يمكن هالمعارضة تصير هالقد متمسكة بكلهم يعني كلهم وتجي قاسية عليهم ولا خلينا تعتجي بالعكس إذا بتسمح خلينا ناخد موضوع بموضوع أولا عبارة كلهم يعني كلهم الواحد بده يفسرها لأنه خلقة إشكالية بالرأي العام وعم تستعمل من الجهتين كلهم يعني كلهم تحت المحاسبة كلهم أها برافو عليك عم يجي يقول لك لا مش كلهم يعني كلهم ما فيك تقول هيك أنا ما عم بتهمهم كلهم ولكن أنا بدي جرهم كلهم على المحكمة بدي حسبهم يا أخي إذا أنت بريء ما قلي عليك شيء بس أنا الضحية أنا ضحية أنا دينتي انقضشت بأربع آب في مسؤول كان معه خبر إنه في نترات أمونيوم ببول بيروت بيتي تكسر تدمر أنا شو جبرني بعمري هلأ روح فتش على شغل شو بعد جبرني الكلن يعني كلن لا تفضلوا كلكن على المحاسبة كلكن قدام القاضي أنا حقي أعرف أنا كمواطن أنا في حال الدفاع عن النفس هيدي منا قصة هيدي أكتر من عدالي في مين سرقني في مين تعدى علي في مين أخذ لي رزقي في مين قتل لي أحلامي وأحلام ولادي وأحلام قرايبي في مين قتل في مين سفك لي دم قرايبيني عيلتي هيك بدي اطلع فيه لا فشر على رقبته هيدا بده يتحاسب لانه انا في حالة الدفاع عن النفس فلذلك لما بسمع انا اوقات علقوا المشانق ومدري شو وهيدا انا اوكي مع انه انا ضد الاعدام انا ضد الاعدام بالمرة بس هون منا قضية عدالة واعدام هون قضية انت عم بتدافع عن نفسك مفروض القاضي يدافع عني لك قاضي ما فيه خصيوك من كل شيء اسمه مرجعية تأمن لك حقوقك طب انا شو بدي اعمل مطلوب مني مجد بالحكام فشروا على رقبتهم ما مجد فيهم ليه بدي اعملها مطلوب مني احترم الحكام لا ما بحترمه يتفضلوا يعملوا واجباتهم قبل حتى انا احترمهم بحترم المركز تبعهم بس هني بمراكزهم ما عم يحترموا النصوص
هاللي مفروض ينفذوها مثل النصوص هيدا الدستور اللبناني، يبلشوا يحترموا هيدا الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية ومنشوف. ما عم بيقول الفكرة وين انه عم بيفسروا الدستور او القوانين مثل ما هن بدهم على مقاس؟ لا 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 لا، فشروا. اوكي فشروا، هن وصلوا على الحكم وحلفوا يمين، مثلا رئيس الجمهورية حلف يمين على الدستور، هو الوحيد اللي بيعملها. بس نحن ما سلمناه العهد، ما عطيناه الوكالة، هو ما حلف يمين انه بيفسر الدستور كما يجب، هو حلف يمين انه بينفذ الدستور وبيحميه. هاللي بيفسر الدستور مش المشرع او السلطة الاجرائية، السلطة الاجرائية مش شغلتها هايدي. لما بده يتفسر مواد دستور ممكن فيها إشكالية، الواحد بياخدوا رأي حكماء، لك في حكماء بالعالم، الواحد بيستشيره كونسلتنت. طب ما هينا على القنين هلأ صلنا من توكيل الحريري على كلمة إنه الرئيس الجمهورية هو بده يمضي على مرسوم التعيينات القضائية. طيب التعيينات القضائية وبنفس الوقت كمان كرمال تشكيل الحكومة بده يمضي على تشكيل الحكومة. انت هون امام وضع شاذ، حيث انه رئيس الجمهورية، مع احترامي للموقع رئاسة الجمهورية، يتصرف كرجل قوي، يعني مثل السلطان العثماني بالزمان. السلطان العثماني أو الملوك الديكتاتوريين بيتصرف إنه القانون هو إرادتي أنا، أنا القانون، أنا الحقوق، أنا الدولة. هيك المفهوم احتكار السلطة بشخص واحد. في من هالنزعة حاليا ببيروت، أنا ما بستحي فيها كتبة وقايلة، في هيك نزعة بلبنان، وهيدا شيء مؤسف، هيدا شيء مؤسف. طب قديش برأيك بعد حطول هيدي الأزمة؟ يعني هل في أفق أو هل في حدود لإلها، ولا شكله ما في عنده أي؟ مع هيك طبقة وهيك عصابة فيها تضل تمد. قدرانين نحن نضل يعني، إلا إذا الشعب اللبناني، وهيدا ممكن لأنه ما في شعوب نزلت مثل ما نحن عم ننزل، وهو الشعب اللبناني، هو أنا عندي ثقة بالشعب اللبناني، وما يدعى ثورة، ما يدعى ثورة مش تسكير طرقات ونعبي الطرقات بملايين من الناس، لا، هيدي وسيلة من وسائل الاحتجاج، ولكن هيدي منا الثورة بمعنى تغيير الأوضاع. الثورة هي انقلاب بالفارسي، بهاي اللغة الفارسية. كلمة ثورة هي كلمة عربية، انقلاب، بك تقلب الوضع من حالة إلى حالة تانية. هل الشعب اللبناني قادر يعملها؟ أنا بتصور إنه قادر يعملها، بس يعني بتمنى إنك تسمح لي أقول كلمة لهالناس هاللي بتقول عن حالة إنه ثوار. رجاءً حطوا على جنب الإيجو تبعكم، وحاج بقى تركبوا مجموعات واتساب وما بعرف شو وزوم وموم، وتعملوا بيانات ووثيقة. لك عبينا جبال من الورق، مين بعد بيذكرون؟ وكلهم متخصصين أكثر من غيرهم، أوكي، ولكن مش هيك. بدك تاخد مصيرك بإيدك وتقلب الوضع. أولا توحد،
لأنه كلنا واقعين بفرض مصيبة، وكلنا عم نواجه نفس العصابة، نفس العصابة. هلأ يمكن مش كلهم مجرمين، ولكن كلهم مشتبهين، بده الواحد يحقق. طب حضرتكم كنتوا عم تعملوا بفترة ماضية كمان تحالف، وبعملتوا وقتها مؤتمر بالجيفينور، وين صار؟ هاي الجبهة، بتحكي عن الجبهة المدنية. مزبوط. أنا وقتها طلب مني إني أقرأ الوثيقة المانيفيستو تبعها. أوكي. قلت لهم تكرهوا، يعني حدا تاني بيطلب مني من نفس الجو إني أقرأ له مانيفيستو، لعيونه بعملها، ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة. حاليا يعني منلتقي ضمن مجموعة صغيرة بس مثقفين اسمها مواكبة الثورة، اللي بده مساعدة لك لعيونه، لعيونه، حتى إذا كان في آراء مختلفة، المهم إنه يكون في أرضية مشتركة، إسقاط العصابة. طب في كتار بيقولوا مثلا عادة الثورات ما بتنقاد من الطبقة الفقيرة، عادة بده يكون في طبقة إليت إن كان أغنية أو من الطبقة الوسطى اللي عندها الوقت والفكر والعلم لتقدر تدير هيدي الطاقات اللي موجودة، لأنه الفقير راكد ورا لقمة عايشه مش حيعرف يتوجه. مزبوط. فطول عمرهم الإليتس هن اللي يواجهوا هيدي الطبقة الفقيرة لنقدر نحن نوصل لنتيجة أو نحقق الانقلاب أو مزبوط. الثورة الحقيقية. لهلأ بعد ما شفنا أي حدا من الإليتس. لا شفنا كتير، بس ما شفنا يعني بعد ما شفنا نبعث من وسط هالشعب، ما شفنا وجه القائد. ليش قولك؟ لأنه بلكي هني عم بيهمشوا مجرد ما لا مش واحد. إنه تهميش، في المنافسة. رئاسة الجمهورية أول شيء، وما بعرف شو وكذا. يعني أنت برأيك القائد حيجي من هيدي الطبقة السياسية ولا حيطلع من خارج المنظومة؟ لا المفروض يطلع من خارجها. أوكي. الطبقة السياسية الحالية هاي موجودة، هاي دواقع، هاي ما رح تختفي، هاي ما رح تختفي. يمكن الأنسب بيكون إنه نفكر كيف بدنا نتخلص من هالتراث البشع، البيوت السياسية والما بعرف شو السياسية، هاي دي إقطاعيات. صحيح. إنه يا أخي ليش بدك إنه مثلاً ابني أنا يخلفني بمركز سياسي؟ صحيح. شو الإنجاز تبع ابني غير إنه طلع من بطن أمه؟ تفضلوا قولوا لي. حامل الخبرة والعلاقات تبع بيه. آه يا خبرة، لا مش حامل الخبرة تبع بيه، والعلاقات اللي عنده إياها، حامل الاسم. أيه. وحامل شو اسمه الاصحاب والمعارف، الشبكه، العلاقات تبعيته 100% محل. بس ما في شيء باهله انه لا. بس يصير عمره 18 سنه او 20 سنه مرحبا يا بيك ومرحبا يا شيخ، مرحبا يا في تخلف. هيدا مجتمع متخلف. ما بعرف اذا بتذكر اخر متصرف على جبل، على سنجق جبل لبنان، واحد ارمني كانوا يعينون ارمن هذيك الايام، ونصهم مدفونين هون حدك بهاي المقبره العثمانيه. اخر واحد اوهانيس كويم جيان، هل هو كان فاسد؟ سرق مصاري تشبع، ولكن بمذكراته عم بيتكلم عن الشعب تبع سنجق جبل لبنان اللي هو كان الحاكم تبعه، قال شيء ملفت انه هيدا مزيج من الاقطاعيه
الأريانية يعني الجرمانية والعشائرية السامية، أنه في إقطاع مثل ما بالغرب في إقطاع، يعني في دوك وكونت وفيكونت وبارون وشفاليه بتراتبية. مزبوط. إيه بتراتبية، أنه في الزعيم الصغير بس في زعيم أكبر منه، وبنفس الوقت زعامته لهيدا ضمن عصبية عشائرية، حيث أنه الفرد، فرد المواطن ما ممكن يكون غير جزء من هذا الجسم الملتحم على بعض. يعني من المشكلة الثقافية الأساسية لهالمجتمع اللي ما عم يعرف يحرر حاله هي مفهوم هالفرد هيدا، انه يا اخي انت كمواطن، كمواطن بتحقق فردانيتك. صحيح. فردانيتك وكرامتك واللي بدك اياه ما بتتحقق من مجموعة، شو ما كانت تكون المجموعة، قبيلة، عشيرة، طائفة، عائلة، ممكن تكون عائلة، هاي كرامتك مش انت فيك، انت فيك مش بطائفتك. راكب المجتمع اللبناني يمكن هيدي علة الطائفية، لأنه في إلها حسنات وفي إلها سيئات. من سيئاتها أنه بتلغي شعور الفرد أنه هو مواطن، أو المواطن بينفهم كانتماء طائفي ولا كانتماء وطن. يعني بالتالي حرامونا انه يكون في عنا هوية لبنانية جامعة، او حتى هوية لبنانية، انه كل هوية لبنانية، والهوية اللبنانية والله موجودة والله. طب هل فيك انت تشرح لنا اياها وتخبرنا برأيك شو هي هالهوية اللبنانية وشو اللي بيعني لك انك تكون لبناني؟ انا بفتخر اني يكون لبناني. اوكي. بفتخر اني يكون لبناني، وانا ما رجعت من اوروبا بعد 21 سنة عشتهم بأوروبا، رجعت سنة 90، يعني كان جنرال ميشيل عون عهد رقم واحد، رجعت على الطريق كان على فرنسا كمان. لا قبل، هاي قبل كم شهر قبل. ف لما بتكون بعيد وبتطلع على المجتمع اللبناني، لا، في نوعية لبنانية أولا للعيش، للتعامل مع الناس. يعني إنه إذا بتاخد مثلا حتى أكبر متعصب دينيا بلبنان، شو ما كان يكون، ها، إذا كان مسلم أو مسيحي، بيضل في داخله هيدا منه مسلم 100% ومنه مسيحي 100%، بضل في شيء من جاره اللي هو منه من دينه. في هالتداخل اللي هو لا يفسر، في طريقة بالعيش، في ثقافة، في اللي بدك اياه. هيدا غير انه كتير من اللبنانيين قلبوا ديانتهم، يعني مثل بيت الحسيني وغيره وغيره، قلبين عدة مرات من سني لشيعي لمسيحي. نص ونص اللبنانيين على كل حال هاللي هن معلمين ومثقفين ما كتير معلقين بالتدين، ما بقول ملحدين، لا، مؤمنين بالله وبكذا، بس منهم متدينين. الهوية اللبنانية اللبننة موجودة، لك بتروح على الخليج بتشوفها، هدول دبي وابو ظبي والشارجة والبحرين ومدري شو. طب شو اللي برأيك هي هاي دي؟ هدول نموذج تبعهم هو النموذج اللبناني، اصبحوا لبنانيين. بيروت
طلعت برات لبنان تلاقيها في شيء من بيروت بدبي بأبو ظبي بهون بهون بغير محلات. إذا النموذج اللبناني موجود، بس للأسف هالانفتاح أيضا حاليا منه موجود بلبنان، لأنه في عصابة عم بدها تجبرك تتمركز وتتموضع ضمن مجموعات ذو عصبية، ما بحق لك تكون شي تاني، بكفي هيدا القانون الجرسة قانون الانتخابات آخر واحد. ايه للأسف يعني. طب إذا بدنا نجي كمان نحكي من قانون الانتخابات ومن هيدا المدخل، شفنا كمان من شي تقريبا أول السنة نقيب المحامين أطلق مبادرة بالنسبة لقانون الانتخاب ولمجلس الشيوخ، وبوقتها ما جاب سيرة استقلالية القضاء. شفنا بوقتها هيدا هالمبادرة وقفت أو ما تحركت كفاية. اليوم رجع كمان نقيب المحامين أطلق مبادرة جديدة، وهالمرة كان عنوانها استقلالية القضاء وأمهل الدولة اللبنانية 20 يوم وإلا حيصير في تصعيد، إن كان من خلال مدنيا يصير في اعتصام أو يصير توقيف عن العمل. بتاريخ لبنان صار في اعتصام وثورة ضمن القضاء، ما بعرف أي سنة اعتصموا بأسر العدل، إنه هالطبقة هاي عندها القدرة إذا عرفت تحررت من الزبائنية السياسية. مش كل القضاة فاسدين، مش كل القضاة بتشتريهم، لا هيدا منه مظبوط. في منهم عاطينهم مراكز، بس في منهم عم بيحاربون حتى ما يوصلوا. في مشكلة هلا مين بحلها؟ إذا النقيب خلف مع كل محبتي لإله قادر يقود ثورة قضائية الله يبارك فيه. بس هلا من سنة أطلق مبادرة ما حدا لقاها ولا حدا رجع وقف حد منها، هل برأيك هيدي المبادرة ممكن تتلقفها حدا وممكن تنجح؟ يعني منانا أكيد، بس هلا يمكن ما بعرف أنا شو الرؤية النقيب خلف لبكرة بهالمبادرة هيدي، بس لأنه هو كمان رجل أرض مظبوط، يعني هو عم يهدد بالاعتصام المدني، كل تاريخه بيشهد له بالتحركات على الأرض. هل هالمرة لح يرضى أنه ما يكتفي بس التصعيد بالكلام ولكن التصعيد بالتحرك؟ أنا بتمنى بكل صراحة، بتمنى. أنت عم بتواجه عصابة، وكل مبادرة وكل سلاح ضد هالعصابة ما عدا القواص والقتل طبعا، اوكي هيدا محلل، هيدا حقك. حتى لو بالدفاع عن النفس، مش حقك كمان اذا حدا سرقك او اذا حدا عم يقتلك او عم يغتصب حقوقك. اليوم قلت لك انا باول الحديث حتى كلمة علقوا المسانق انا ما بتزعجني، لانه ما في حدا يدافع عني. وينه القاضي اللي بده يسترد لي حقي؟ وينه القاضي اللي وينه انفجار 4 آب هاللي دمرنا ودمر عاصمة من ارقى عواصم العالم اسمها بيروت، وبعضهم هول اللصوص ساكتين ما عم بيقولوا شيء. وين؟ صحيح. وين؟ لمين النيترات دامونيوم؟ أنا ما بدي أعرف كيف فقع النيترات دامونيوم، بيفقع، ما حدا يجي يقول لي إنه تشتش بالماء ومدري شو. أوكي، لمين؟ من يملك
هيدا أهم سؤال القاضي لازم يسأل، من يملك هذا ولماذا يملكه هنا؟ يتفضل القاضي بيطار يعطيني جواب على هالسؤالين وبعدين يفسر لي كيف قست الباخرة وصدت الباخرة وغرقت الباخرة ووقفت باسطنبول ورجعت وقفت بأتينا وما بعرف وين، وكانت رايحة على الموزمبيك بس بوراق كذابة وبغيت. هذا كله تفاصيل. في سؤالين مهمين مجبور القضاء اللبناني يعطيني هني، أنا الضحية بده يعطيني هني، لمن هذه السلعة ولماذا موجودة هنا؟ دكتور أنطوان، صراحة حديث كتير ممتع ولا يمال، ولكن لسوء الأسف هيدا وقت البرنامج انتهى. أنا بدي أتشكرك على هيدي المقابلة القيمة، وإن شاء الله دايما منبرنا مفتوح لإلك وأهلا وسهلا فيك. أنا اللي بتشكرك إنك استقبلتني على هالمنبر. لازم كل شاب كل صبي من لبنان يعرفوا إنه يا أخي احتلوا المنابر، ما تخافوا ما تخافوا، سمعوا صوتكم. مش أنا اللي لازم أحكي، هول ولاد العشرين سنة والخمسة وعشرين سنة. لك الإسكندر الكبير ذو القرنين دحر الإمبراطورية الفارسية كان عمره 19 سنة، بس كان تلميذ أرسطو. محمد الثاني استولى على مدينة القسطنطينية كان عمره 21 سنة. يا أخي ما تخافوا، هول الصبايا والولاد ما تخافوا، أنتوا المستقبل، حكوا حاسبون، ما تخافوا حاسبون. بالفعل كلام قيم من جديد، وإن شاء الله إلنا لقاءات أكيد تاني. أنا بدي أتشكرك. أعزائي المشاهدين، أنا بدي أتشكر حسن متابعتكم، بدي أتمنى لكم أطيب وأحلى الأوقات مع باقي برامجنا. أنا بلاقيكم أسبوع الجاي بنفس التوقيت. من هلأ لوقتها تبعوا على حالكم، سوقوا عمهلكم، وما تنسوا تتسجلوا وتاخذوا اللقاح. إلى اللقاء.